اليوم المقاومة الفلسطينية بجميع أطيافها بكل أذرعها العسكرية في إطار موحد تعمل تحت إطار غرفة العمليات المشتركة لتنسيق جهودها. هذه الغرفة أثمرت عن إنجاز كبير تحقق لصالح المقاومة الفلسطينية، ونقاط مهمة ببعدها الأمني والبعد العسكري والبعد السياسي والبعد الاستراتيجي في اختراق أمن الاحتلال وقتل قائد القوى الخاصة في شرق خان يونس، ثم توالي عمليات المقاومة باستهداف حافلة صهيونية تقل جنود، ومن ثم نشر فيديو كمين العلم. وكل هذه الأمور كانت مدروسة وبتنسيق كامل مع كل الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة وتحت إطار غرفة العمليات المشتركة. كلنا اليوم وحدة واحدة، وأولى ثمار هذه الغرفة وهذه الإنجازات هي سقوط البرمان، وبإذن الله سيكون فيما بعد سقوط نتنياهو وسقوط هذا الائتلاف الحكومي الذي أوغل في دماء أبناء شعبنا. اليوم المقاومة الفلسطينية على وعي وكامل في البعد الأمني والبعد السياسي والعسكري، لذلك سنحقق المزيد من الإنجازات التي ستصب في صالح أبناء شعبنا الفلسطيني. يعني هذه الندوة اليوم تنظم لإظهار الدور المميز والريادي والثوري للشباب الفلسطيني طوال مراحل النضال الوطني الفلسطيني منذ بداية احتلال فلسطين. كان للشباب الفلسطيني الدور الريادي سواء في المؤسسات التعليمية والجامعات أو في مراحل النضال المختلفة، الانتفاضة وما قبل الانتفاضة، كان للشباب الدور القيادي والريادي. نحن نريد أن نظهر هذا الموقف وهذا الدور ليعود الشباب لتبوأ مواقف قيادية في صنع القرار السياسي وصنع النضال الوطني الحقيقي للشباب الفلسطيني. الشباب معروف طوال عمره هو الذي يضحي وهو الذي يقدم، وخير دليل على ذلك مسيرات العودة يقودها الشباب، يفعل كل أشكال النضال هم الشباب، وبالتالي علينا أن نظهر هذا الموقف ونحارب كل محاولات كي الوعي للشباب الفلسطيني، ونحارب كل المحاولات التطبيعية التي يحاول البعض أن يمررها على شبابنا الفلسطيني.